يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير رشا. يسعد صباحك. الله يسلمك يا سلمى، ان شاء الله تبقي بخير دائما. بدنا نصبح عليكم مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتم مرافقنا بصباحنا لليوم. يا رب الامن والامان لسوريا الحبيبه، وهذا النهار يحمل لنا كل شيء حلو بحياتنا. اكيد مشوارنا الصباحي بلش معكم، وحنكون مع ضيوفنا الاختصاصيين وجوله ضمن المحافظات السوريه لنشوف اخر اخبار اهالينا الثقافيه والادبيه. بلشوا هذا النهار بكلمه يا رب، ودائما هيك وقت المتكل على رب العالمين اكيد كل شيء حيكون بحياتنا خير. يسعد صباحك يا سلمى. يسعد صباحك عن جديد رشا، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب، هالنهار يحمل معه كل الخير والرزق والصحه لكم يا رب، ويعم الامن والامان والسلام على الجغرافيا السورية كلها يا رب. أكيد بالبداية بدنا نروح لمحطات عديدة ومتنوعة مع ضيوفنا الاختصاصيين لليوم، بين الصحة وبين علم الاجتماع، وأيضا بين خلينا نقول فقرات خاصة للأطفال والتعليم وغيرها من المواضيع. ولكن بالبداية خلينا نصبح عليكم بفاصل وبعدها نبلش بأول فقرتنا سلمى. حنروح لمجموعة من المعلومات ونحكي فيها على أهمية تفاحة واحدة باليوم. كتير بنسمع دراسات بتأكد بتقول إنه الشخص اللي بتناول كل يوم تفاحة هو بتغني عن زيارة الطبيب. خلونا نشوف صحة هاي المعلومات ضمن التقرير التالي. معلوماتنا لليوم عن التفاح الأخضر اللي بيعد غني بالقيمة الغذائية وفقير بالسعرات الحرارية، بيحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين بي بأنواعه وفيتامين جيم، والكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، المنغنيز والحديد والنحاس وغيرها، إضافة إلى أنه غني بالألياف والماء. وما يميز التفاح الأخضر احتوائه على كمية أقل من السكر مقارنة مع ألوان التفاح الأخرى. ويخلص التفاح الأخضر من السموم بجسم الإنسان، وبيحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة التي تثبط عمل الجذور الحرة وتحمي الكبد منها. وبيحمي التفاح الأخضر الجسم من الالتهابات المسببة للألم مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل بسبب احتوائه على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، وبيحمي البصر بسبب احتوائه على صبغة الكلوروفيل الخضراء وبعض المركبات الكيميائية. وبيساعد التفاح الأخضر بحماية الجسم من بعض أنواع السرطانات بسبب احتوائه على بعض المركبات الكيميائية مثل الثيوسيانات، بالإضافة لمضادات الأكسدة، وبيحافظ على صحة البشرة وجمالها ونضارتها. أما هلأ وبعد هاي المعلومات اللي تابعناها رح نرجع برزنامة التاريخ ونقلب بذاكرة الأحداث لنتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بتاريخ اليوم وشكلت ذاكرة الأيام. كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم 21 تشرين الثاني، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1248، سقوط مدينة إشبيلية كبرى الحواضر الأندلسية في يد ملك مملكة قشتالة فرناندو الثالث. بعام 1877، توماس إديسون يخترع آلة الفونوغراف. بعام 1995، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية دايتون للسلام، والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995. بعام 2008، مجلس الدوما الروسي يوافق على مد الفترة الرئاسية للرئيس من 4 سنوات إلى 6 سنوات. بعام 2013، اندلاع مظاهرات يورو ميدان في أوكرانيا اعتراضاً على تعليق الحكومة لتوقيع اتفاقية شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. بتاريخ 21 تشرين الأول شهد على ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1935 المطربة اللبنانية فيروز،
كما شهد تاريخ 21 تشرين الثاني أعلى وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1935 الزعيم السوري وأحد أبرز مقاومي الاحتلال الفرنسي إبراهيم هنانو. كما يشهد تاريخ 21 تشرين الثاني على اليوم العالمي للتلفاز. بأول فقراتنا سلمى حنروح لنحكي فيها بالشق النفسي الاجتماعي. قديم نسمع مقولة إرضاء الناس غاية لا تدرك. صحيح، ولكن في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا شو المعنى الحقيقي لهي الجملة، فبيروحوا لإرضاء الناس ولو على حساب مصالحهم الشخصية والنفسية والاجتماعية. يمكن سلمى بجوز ما عنده ثقة بنفسهم كتير كبيرة، عنده نقص بزاوية ما بحياتهم، فبيفكروا أنه إرضاءهم للناس أنه ممكن الناس تحبهم أكثر، الناس ترضى عليهم أكثر. شو رأيك؟ صحيح رشا، للأسف في بعض الأشخاص بيبحثوا عن التقبل الاجتماعي بطريقة خاطئة، وبيكون هذا التقبل الاجتماعي من خلال أنه الآخرين يقولوا لنا أنتوا تمام وأنتوا مناح بحياتنا، بغض النظر إذا نحن كنا راضين عن علاقتنا مع هدول الأشخاص أو لا. يمكن هذا الشيء كمان سموه علماء النفس بالشخصية التي تتوجه اجتماعيا. شو هي هي الشخصية؟ مزاياها، عيوبها، وكيف بتنشئ علاقاتها الاجتماعية مع الآخرين؟ هذا موضوع فقرتنا النفسية لليوم رح نحكي فيها مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية سلام القاسم، اللي رح تجاوبنا على كثير استفسارات وأكيد رح تنصحنا لحتى نعرف نتعامل مع الأشخاص حوالينا. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. صباح الخير أستاذ السلام وأهلا وسهلا بحياتك فيك. اليوم بحياتنا في ناس كتير بتمرق من هي النماذج، بتحسين أنه هنهم عم يخسروا كرمال يرضوا الطرف الآخر. أدي هذا اليوم الشعور شعورهم، هل هنهم عم يشعروا عن جد بالرضا وقت عم يعملوا أي شيء كرمال يرضوا الطرف الآخر؟ هلأ إرضاء الآخرين هو أنه أنت تفضلي رغباتهم واحتياجاتهم على رغباتك واحتياجاتك الشخصية. طبعا هذا هو أمر متعب وبيأثر على الإنسان كتير كبير، ولكن هي عبارة عن شخصية اعتمادية بتنشأ من الطفولة، بتكون دائما ربط على أساس أنه نحن الشعور بالسعادة، الشعور بالمدح الإيجابي من الآخرين، أو أنه الناس بينبسطوا منك وبيحسوا بالسعادة هو أنت لما بتقومي وبتساعديهم وبتفضلي رغباتهم على رغباتك أنت الشخصية. طبعا في دراسة هي بتشير أنه تمت في عام 2015 بمجلة الحدود، وهي عن علم الأعصاب البشري، بتقول فيها أنه هدول الأشخاص يلي دائما بيسعوا لتلبية رغبات الآخرين هني عندهم نشاط بدماغهم في نشاطات مختلفة عن الأشخاص يلي هني دائما بيعبروا عن آرائهم، بيكون لهم شخصية استقلالية، بيكون لهم مواقف في الحياة، فهو في اختلاف بنشاط الدماغ. ولكن عادة هدول الأشخاص دائما هن أشخاص طبعا طبيعيين 100%. هن أحيانا هدول الأشخاص بيكون ما بيشعروا أنه في عندهم مشكلة بتلبية رغبات الآخرين، أو أنه عم يعطيهم شعور أنه في شيء غير جيد. ولكن في أشخاص معينة بعد فترة من الزمن بصير في مثل استغلال وانتهاك للشخصية، بصير بحس حاله الإنسان أنه هو صار مستغل، لأنه محاولة أنك ترضي الآخرين رح يفقدك أهم شغلتين عند الإنسان يلي هن بينتهك بإمكانياته الطاقة والوقت، بصير في هدر للوقت واستغلال للطاقة. بصير انت يعني هاي الطاقه بدها شحن من اول وجديد، هون الانسان بصير بحس انه انا ماني متوازن نفسيا، ما عندي استقلال نفسي، ماني قادر اتعامل مع حدا تاني، بحس حاله انه انا عندي مشكله. ولكن في اشخاص على فكره هن ما بيحسوا ابدا بهذا الشعور، بيضلوا دائما بحسوا بوجودهم هو بإرضاء الآخر. يعني إذا أنا ما رضيت مديري بالشغل معناتها أنا ما أنجزت، إذا ما فلانة إجت قالت لي كل يوم أنت جميلة ولبسك حلو معناتها أنا ماني جيدة وماني جميلة أبدا. دائما هذا الاعتمادية والاتكالية بتكون عند هذا الشخص يلي هو دائما ربي على أساس إرضاء الآخر. طيب أستاذة سلام، خلينا نرجع لجذر المشكلة. عادة هاي المشاكل السلوكية بتنشأ عند الأشخاص من الصغر، يعني هو بيكون تعلم من صغره بالأسرة أو تعرض لحالة اضطراب سلوكي معين أدت معه لوصل لهذا الشيء. أكيد ما نحن كلياتنا هيك بنكون، يعني في شيء معين أثر. شو هي خليني أقول الشيء اللي تربى عليه غلط اللي وصله لهي الحالة، لحتى نحاول نعرف شو جذر المشكلة وما تتكرر مع أشخاص ثانيين؟ هلأ محاولة إرضاء الآخر سواء كانت هي عقيدة راسخة ولا كانت عبارة عن عادة سلوكية متبعة منذ الصغر، فهي سيئة وتنتهك الجسد وتنتهك الروح
وممكن تؤدي لمشاكل سلوكية في المستقبل. ولكن عادة الأشخاص اللي بيحاولوا إرضاء الآخر هن هدول الأشخاص بيكونوا من الجزر من الطفولة كان في شيء اسمه عندهم بتربية الأهل شيء بنسميه نحن التربية المشروطة. يعني بتكون الأهل بيقولوا له مثلا إذا أنت أنجزت العمل الفلاني أو كنت اليوم جيد بمدرستك أنت أنا رح أعطيك الهدية الفلانية، إذا أنت رحت للمكان الفلاني وكنت هادي معي بس ترجع أنا رح خليك تشوف برامج التلفزيون. يعني هاي الارتباط يلي إنجاز العمل بالإذا هون بيخلي الإنسان ينشأ من الطفولة أنه هو يحاول يرضي الناس لحتى يحصل على الشيء الإيجابي. ولكن نحن لما بقول أنا الحاجة لإرضاء الآخر معناته أنا أول شيء بدي أفكر شو بالحاجة، الحاجة شو هي الحاجة. أنا لما بنزل على السوق بدي أشتري مثلا خضرة، أنا نازلة على السوق لأشتري الخضرة لأني بحاجة هاي الخضرة. لما بروح لعند طبيب اتعالج معناته أنا مريضة بحاجة للعلاج. نفس الشيء بالنسبة لمحاولة إرضاء الآخر، الإنسان بحس يلي عم يرضي الآخرين إنه هو لحتى تكتمل شخصيته هو بحاجة لهذا الشخص لحتى يرضيه، يعني ما بيحس بتقدير الذات وإنه بقيمته إلا إذا أرضى الآخر. إذا ما قام بإرضاء الآخر فهو رح يحس إنه ضعيف الشخصية، ما عنده ثقة بالنفس، أحياناً بيجي لوم الذات. إذا أنا ما أرضيت الشخص الفلاني أو رفقاتي أو الناس اللي حوالي بالمجتمع معناته هون بيجي شعور بتأنيب الذنب. هذا شعور تأنيب الذنب بيخليه يتضايق كتير فبيخليه يرفض يقول لا، دائماً بيقول نعم. وعادة هدول الأشخاص دائماً بخافوا انه اذا انا قلت انه انا بدي اعمل الشغله الفلانيه او رحت فضلت مهامي عليهم او اهتميت بعائلتي باسرتي على حساب الناس الثانيه، وهذا الشيء طبيعي انه هيك يكون. ولكن هدول الاشخاص لما بيفكروا هيك انه انا اذا اهتميت بحالي معناتها قصرت مع الاخر، هون بصير عندهم تانيب للذات، بصير عندهم هن كمان شعور انه هن ما اقاموا بالشيء اللي مطلوب منهم لازم يقوموا فيه لانه كان عندهم التربيه المشروطه منذ الطفوله. عادة هدول الأشخاص دائما هن بيكون عندهم ضعف ثقة بالنفس، دائما ممكن يكون في عندهم آثار سلبية بتصير معهم بالمستقبل نتيجة الإرهاق النفس والجهد الشديد بإرضاء الآخر. الشخص يلي بيسعى لإرضاء الآخرين عادة كمان هو شخص اعتمادي، بيفكر انه الانانيه اذا نفذ الشيء اللي بده اياه بيفكر الانانيه انه هي عم ياخذ شيء من حق الاخرين. عم بيفكر انه انا لما بقول انه عندي انانيه معناته انا انسان صرت ماني محبوب او انه هي صفه سيئه يلقب فيها، يعني بالمعنى انه بضيع الانا عنده، بتضيع الانا وبتندمج بالانا تبع الاخر. فهون بفكر انه هي الانانيه صفه سيئه. في الحقيقه هي الانانيه مو بالمفهوم يلي متعارف عليه، الانانيه هي لما الانسان بيعمل الشيء اللي بيتعلق فيه بيعمله بنزاهه بمحبه بشيء رضيان عنه، هي لا تعني انانيه ابدا، وانما تعني انه الانسان صادق متصالح مع نفسه، بيعرف شو بده، بيعرف شو له، بيعرف شو للاخر، ما يؤذي الاخرين بالنهايه تمام. يعني بموضوع الانانيه. ولكن ست سلام بعض الاشخاص يعني اليوم نحن حقنا يكون عندنا جو مريح رضا بحياتنا مع الشريك كان بعلاقاتنا الاجتماعية أو بحياتنا العملية، ولكن بعض الأشخاص ذكرتي الطبيعي، وقت منقول ما بين الطبيعي وغير الطبيعي نحن غير الطبيعي وصلنا للحالة المرضية. اليوم هون في مؤشرات ممكن تظهر على هذا الشخص يعني من السلبيات أكيد، شو هي أهم هي المؤشرات لحتى نعرف أنه هذا الشخص دخل بالمرحلة المرضية؟ هلأ الشخص هو لما بيفوت بحالة مرضية ممكن هو ما يدرك أبداً أنه هي مشكلة، وممكن يدرك لما بيدرك حاله أنه بلشت طاقته تستنفذ، ما عنده قدرة أنه ينجز للآخرين مثل ما كان عم يعمل، صار عنده احتراق الذات بنفسه، صار عنده ألم، صار عنده أحياناً يعني مثل ما بنقول نحن بنقول الهدوء قبل العاصفة كمان في عاصفة بعد الهدوء، فبصير عنده نوع من البركان، بصير في انفجار، بصير في غضب. هون هي كلياتها مؤشرات انه يعني خلص صار عنده مشكلة معينة وبتصير بحاجة لعلاج وبحاجة لحدا يشوفه ويعالجه بطريقة كتير صحيحة. الإنسان لما بيدخل بهي المرحلة انه محاولة إرضاء الآخر رح يضيع، يعني ما رح يحسن الإنسان، ما في إنسان دائما ممكن يضل مدى حياته عم يسعى لإرضاء الآخرين. ولكن في شغلة نحن كتير أنا بحب شير إلها، أحياناً نحن بنحب نرضي الشيء اللي حوالينا، بتحبي ترضي الناس اللي حواليك، الناس اللي بتحبيهم، فلازم نفرق نحن ما بين أنه أنا أرضي هدول الأشخاص لأنه أنا بشعر بالسعادة، وما بين
أني أرضي هدول الأشخاص لأنه أنا لازم أرضيهم ومفروض علي هذا الشيء. في فرق كتير، هاي الشعرة هذا مؤشر كتير مهم. فأنا لما بسنون قراب لبعض يعني بتحسي تماما، مشان هيك أنا لازم انتبه. يعني إذا كان مثلا أنا بدي اتطوع لأشتغل مع الأطفال، أنا حابة اتطوع لأشتغل مع الأطفال كعمل إنساني بيعطيني، بقوي سي في عندي، بيعطيني شهرة، بيعطيني معرفة، وبيشعرني بالسعادة، هو ضمن اهتماماتي، ضمن عملي، ضمن شغلي، فهذا أوكي ما في مشكلة عليه أبدا. ولكن لما أنا بدي روح اشتغل مع هدول الأطفال لأنه شخص فلاني قال لي أنه روح اشتغلي مع هدول الأشخاص كتير مهم هذا العمل، هو مو من اهتماماتي، أنا بشتغل بمجال تاني كتير بعيد عن مجال الأطفال وما لي علاقة فيهم، ولكن أنا رغبة لإرضاء هذا الشخص رحت أخدم هدول الأطفال، هون صار عندك محاولة إرضاء الآخر. هاي الشعرة كتير مهمة، إنه أنا برضي الآخرين لأني أنا مبسوطة بهالشي وبشعر بالسعادة، ولا برضيهم لأنه مفروض علي. لما بحسن أوصل لهاي الشعرة، الحد الفاصل ما بين الإرضاء بالرغبة أو عدم الرغبة، هون أنا بحسن أكون متوازنة مع نفسي وأعرف إنه هاد ما في مشكلة علي، ولكن لما بينفرض علي هون بصير في مشكلة. محاولة إرضاء الآخر بيعتمد دائما إنه أنا دائما بقول نعم 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 للنهاية. محاولة إرضاء الآخر إنه أنا ما بحسن أبدا إنه أعرف حدود نفسي، أنا مين ما طلب مني إنه ساعديني عملي لي هالشغلة خلاص بروح بندمج. ليش؟ لحتى يقولوا فلانة لطيفة، فلانة حبابة، فلانة نخوة. ظريفة تماما. حتى بالمسلسلات يعني دائما بيقولوا، أو حتى بالمسلسلات السورية لنخصص، إنه إلي ولا للديب، بيجي بيحط على هيك صدره بيقوله خسد ديب. صحيح. فبيربى دائما الإنسان على لا أنا بدي أحقق له اللي بده إياه. تمام، هي من هالفكرة هي البسيطة أنه لا يعني لازم حقق له، لأنه أنا هون صار عندي شهامة، صار عندي نخوة، صار عندي أنه صارت الناس تقول واو فلان شو شاطر، مين ما طلب منه بيساعده. هاي العبارات يلي نحن دائما بنهتم فيها، أنه شو بده يقول عني فلان، إذا أنا حكيت الكلمة الفلانية شو بدهم يقولوا عني؟ أنا بحسها محرقة للنفس بالنهاية، محرقة ومؤذية جدا. الإنسان بضيع، يعني مثل ما قلت بضيع الأنا تبعه بأنا الآخر. لما بضيع الأنا عندك معناته أنت فقدتي شخصيتك، ولما الإنسان بيفقد شخصيته هون معناته مشكلة كتير كبيرة. أكيد. طيب أستاذة سلام، خلينا نروح لفكرة كتير مهمة. أدركنا أنه هذا الشخص عنده هاي المشكلة، واضح من خلال ما حكيتي أنه صار تفصيل وتشخيص هاي الحالة صار واضح للمشاهدين، كيف بدنا نتعامل مع هاي الشخصية إن كانوا المحيطين وإن كان الشخص نفسه؟ كيف بده يبدأ؟ شو هي الخطوات اللي ممكن تساعده لحتى يوصل لمرحلة يخفف فيها داء إرضاء الناس، إذا فينا نقول أصبح داء مثل ما وصفتي، لا يوصل إنه هو يشتغل لنفسه بشكل متوازن؟ هلأ كتير مهم أول شغلة نحن إنه نحط الحدود. الحدود لما شخص بيطلب منك شيء انه انت تعرفي هذا الشيء ضمن انت قادره تقومي فيه ولا لا، زاد طلباته انا اعرف انه لا في حد لي انا لاحسن قوم باي عمل. ثاني شغله انه نحن لازم نحاول نتعلم عادات جديده، نحاول نسيطر على حالنا نحن، وبنفس الوقت نتعلم نقول لا. يعني لا على فكرة أنت أنك تتعلمي تقولي لا، هي ما أنا بالأمر السهل أبدا، هي عملية صياغة شخصية من أول وجديد، نعرف وين بدنا نقول لا بالمواقف اللازمة لحتى أحسن أنا أحفظ نفسي. كمان في عنا شيء معين هو أنه ندرب حالنا نحن أنه على خطوات معينة لأحسن أنا أتعامل مع الآخر بشكل أنه أنا أكسب نفسي وما أخسر الناس اللي حولي. كل خطوة بيقوم فيها الإنسان بكل مرحلة بيقوم فيها لحتى يحسن يسيطر على عدم إرضاء الآخر، هي بالحقيقة تعتبر خطوة كتير كبيرة لتعزيز ثقته بنفسه لحتى يحسن يوصل لمرحلة من الرضا عن حياته والرضا عن شخصيته. الإنسان دائما لازم يتعلم لحتى يوقف الشعور بمحاولة إرضاء الآخر أنه دائما يحدد الأولويات، يحدد المهام يلي موجودة عنده، يحاول دائما يعمل شيء اسمه المماطلة بالوقت. المماطلة بالوقت كتير مهمة، لما أنت بتطلبي مني شيء أنا وأنا ماني قادرة أعمله، يعني كتير مهم أني أنا أقول لك أنه أعطيني وقت
ممكن تعطيني وقت؟ لأنه هذا بيتطلب مني أني أفكر لأعطيك القرار. يعني هي اللحظة يلي هي كتير مهمة قبل اتخاذ القرار هي كتير بتغير بشخصية الإنسان. فنحن نتعلم نقول لا، نتعلم نكون عندنا حدود، نعرف أنت نقول نعم. صحيح. هذا كله بيساعدك أنه أنت تكوني شخصية متوازنة وما نوصل لمرحلة لما بنتعامل مع الآخرين نوصل لمرحلة من القلق والتوتر اللي ممكن تودينا للاكتئاب. وهون حكيتي كلمة كتير مهمة، أنه نحن نعرف نقول كلمة لا بالوقت المناسب. نحن ما بين الطبيعي واللا طبيعي بموضوع ارضاء الناس، مفروض نحن نفهم انفسنا اول شيء، ولانه بالنهايه هذا الشيء عم ياثر على نفسيتنا واجسادنا. يعني كثر ارضاء الاخرين. ست سلام، نشكر حضورك لليوم لكل المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما تعزيز الثقه بالنفس هي من اهم يمكن الاساسيات بحياه كل حدا فينا. شكرا لك. شكرا لكم، وان شاء الله دائما بنكون كلياتنا شخصيات متوازنه واثقه من نفسها وعندها قدرة على إرضاء نفسها والتعامل بشكل جيد مع الآخر. وصلنا لمحطتنا الطبية يا رشا، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم وبيقرق الناس. أكيد يا سلمى، المشكلة إنه شائع جدا، في ناس كتير بتاخد فيه. قديه بنشوف نحن على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات طبية غير موثوقة، بنسمع بخلطات، بنسمع بنصائح طبية، بتجارب ناس، وراح للأسف عم نشوف ناس كتير راحت للطبقة بغض النظر عن إذا كانت عن جد طبية أو موثوقة. صحيح رشا، والأخطر من هيك إن اليوم السوشيال ميديا بتسمح لأي شخص يعمل صفحة ويقول إنه هو طبيب وهو اختصاصي وينشر فيديوهات، ولكن هذا الخطر ممكن يكون جزء بسيط ويتعدل مع أي شخص عادي، لكن لما بنحكي عن امرأة حامل وممكن إنه هذا الشيء يودي بحياة الجنين أو يؤدي لتشوهات بسبب أخذ أدوية معينة أو نصائح ومعلومات غير موثوقة. اليوم رح نحكي عن خطورة الشائعات وأيضا الخرافات اللي بنسمع فيها عن المرأة الحامل وشو لازم تاكل وشو لازم لا، كل هاي التفاصيل مع الدكتور حسان الغاوي اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد، واللي رح يخبرنا الصح من الغلط. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. قد ايه عم بتعانوا من هاي القصة؟ يعني بيجي مريضك لعندك خابس الدنيا، يعني اخذ ونصائح، اخذ اعشاب اللي بدك، يعني قد ايه بيمرق بحياتك مشاهدات يومية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني كل يوم في خرافة جديدة بتجي على العيادة، بيكونوا قاعدين صبحية مثلا، وبنجي بنسمع الاستفسار وبنحاول نجاوب عليه. واحيانا على فكرة الصبحية بتتفوق على المعلومات الطبية بشكل عام والتجربة كمان أنا جربت، أنا بفهم أكثر. طيب نحن مجمعين شوية معلومات من على السوشيال ميديا رح نتناقش فيها مع حضرتك. بالنسبة لتحديد نوع الجنين، في خلينا نقول أحد الفيديوهات ادعى قال إنه إذا المرأة أكلت عنصري الصوديوم والبوتاسيوم بنسبة عالية، انخفاض نسبة تناول عنصري الكالسيوم والمنغنيزيوم، بيحدث تغييرات على مستقبل الحيوانات المنوية للرجل في جدار البويضة للمرأة، مما يزيد احتمالية استقبال حيوان منوي ذكري وينتج زيادة فرصة الحمل بالذكر. يعني تحديد نوع الجنين لذكر، هل هي الدراسة صحيحة أو هي المعلومات صحيحة؟ طيب هي اللي بيصير شو بيعملوا، بيجيبوا عدد من الحوامل مثلا 100 وحدة بدها تحبل، بيقسموهم لقسمين، وهي بيعطوها دايت معين فيه عالي صوديوم ونازل مغنيسيوم وهي القصص، وهدول بيتعاملوا معهم طبيعي. فبيلاقوا انه مثلا هون نسبة الذكر اجت بدل 50 ب 50 صارت مثلا 55% مقابل 45% لصالح الذكر، بيقوم بيقول لك خلص معناتها كلي عالي صوديوم ونقصي مغنيسيوم ونقصي بوتاسيوم ومدري شو بقى بتجيبي ذكر. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه مثلا بتروح واحدة بتلتزم بالحمية بتقوم بتصيب معها، فبتروح بقى بتنشر انه لا خلص هذا اللي هيك هو غلط تماما. ما في هيك شيء، هو تحديد الجنس حصرا يا بشكل طبيعي يا اما بطفل الانبوب. لانه هي كيف تحديد الجنس بيصير؟ وقت الالقاح مباشرة، هن النطاف واحدة ذكر وواحدة انثى حسب اللي بتفوت جوا البويضة، والبويضة اوريدي مشكلة وجاهزة، فحسب النطفة اللي بتفوت يا بتفوت واحدة ذكرية يا بتفوت واحدة انثوية. فهو حصرا تحديد الجنس يا اما من الطبيعي يا اما بتحديد الجنس عن طريق طفل الانبوب. بقيت هاي الشغلات كلها مثلا بترفع النسبه 2% اللي هي ولا شيء. واحده بتتعذب 3 شهور بتلاقيها 3 شهور ما عم تاكل غير جبنه صبح، جبنه ظهر، جبنه مساء.
عرفتي؟ هذا الشيء ما انه صح، يعني هو هذا طبعا خرافي اكيد. خلص تحديد الجنس حصرا طفل انبوب او بشكل طبيعي. طيب دكتور، بنفس السياق بعيدا عن البوتاسيوم وتقليلي كالسيوم، ايضا بعض الشائعات خلينا نقول المغلوطه على المواقع بتقول انه ايضا توقيت الاباضه عم يكون له علاقه جدا بتحديد جنس المولود. صح، لانه بيقولوا انه مثلا وقت الاباضه بالذات بيصير في أنسة، وقبل الإباضة بيومين، بعد الإباضة بيومين بيصير في ذكر. تمام، وحتى طلعت دراسة وقالت إنه هي ما أبدا المعلومة مدعومة بأي إثباتات علمية، وهي فعلا خاطئة. هي ممكن تزيد الاحتمال شيء بسيط، يعني إحنا عم نحكي نص بنص، صرنا 55 مثلا 45، هي نفسها ما تغيرت، وبالتالي هي ما أنا طريقة مضمونة لحتى يقعد الواحد يحسب وكذا، فهذا كله ما أنا مدعوم علميا. طيب دكتور، كمان خلينا نحكي بعض المأكولات متهمة بحالة الإجهاض بالأشهر الأولى. ومشهورة جدا، رح نعددها وطبعا حضرتك قلنا الصح والغلط: البقدونس، الحمضيات، السودا، المرتديلا، الأناناس، اللحوم الباردة، القرفة، زنجبيل، الجبن الأبيض المعنو مغلي، البيض الغير مطهي جيدا، السمك بأنواعه من التونة والسردين وما إلى ذلك. 100%، هدول كلهم كلهم بدون استثناء في عليهم خطر على الحمل، بس ما بالإسقاط. خطر على الحمل بموضوع انه هن بيكونوا مو منظفين صح، او مثلا بيض ني، مثلا الاسماك الغير نيه مثل السوشي وهي القصص. هلا البقدونس بالذات فيه مشكله، فيه ماده فعلا البقدونس بتسبب، ممكن تسبب تقلصات رحميه. بس الفكره وين؟ اذا اكلت الوحده مثلا 10 صحون تبوله على مدى 4 ايام، عرفتي؟ اما وحده حامل اجتهت صحن تبوله اكيد ما فيها اي مشكله، بس هي النظافه المهمه. بس هون المشكله انها بتكون النظافه، هي هي البقدونس صعب تنظيفه. فاذا المصدر نظيف وتنظف مزبوط واكلت اجتهت صحن تبوله عادي، فينا تاكل ولا في اي مشكله. والله اجتهت كثير على قرفه، تشرب كاسه شاي مع قرفه، بس القرفه ممكن احيانا فعلا تسبب مغص بسيط، بس انه ما ابدا لها علاقه نهائيه. ما في ولا اي دراسه، يعني انا عم بحكي من الدراسات، ما في ولا اي دراسه بتقول انه البقدونس او القرفه او القهوه او الاناناس، حتى في يقولوا بتمر، لك انا ممنوع اكل تمر كل الحمل لانه ممكن يعمل تقلصات. تمر من احسن المواد يلي ممكن الحامل تستهلكها هي وحامل، بس فكره بالاعتدال بالكميات. بس كونه ذكرت التمر الدكتور، خلينا نروح ايضا لمعلومه بتقول انه الامراه اللي بتتناول تمر كثير بيجي المولود اجمل، يعني شيء مضحك عن جد. يعني استفرجل كمان انه بتعطي جمال وبيجي الطفل ريحته حلوه. يعني اليوم هدول المعلومات اللي مجمعينهم تعبانين على حالهم، قد ايه بحاجه لانسان يعني ما بدك كثير الوعي لنعرف انه هذا شيء غلط. يعني 100%، لانه هي اساسا هي المعلومات 200 سنه عمرها. يعني هذا كله انقرض. نحن الجنين تحدد كل شكله وكل ذكاء وكل كل شيء بلحظة الإلقاح وبلحظة تشابك الجينات بين الأم والأب. خلص تحدد كل شيء بالجنين، ما عاد في شيء غيره. نعم، عرفتي؟ لا تمر ولا قهوة ولا سفرجل ولا شيء. سفرجل مر أساسا صح؟ ما بحبه. صحيح. طيب دكتور، يعني اليوم بيقولوا انه كمان اذا طفل بده لون بشرته بيضه لازم تشرب الام جوز هند وميه جوز الهند. 100%. طيب بالنسبه لي وعندي واحده هيك عملت كمان بالعياده. شو كانت النتيجه؟ هيك عم تشرب جوز هند كل الوقت، اجى اسمر غامق. لسه ما شفته صراحه. لا بيجي ابيض اذا شربت جوز الهند. لسه ما طلع الولد، بس هي الفكره انه الجنين محدد جاهز، جينات خلص هو تحدد. يعني اذا الاب اسمر والام سمراء شو معناته؟ خلص تحدد بالضبط. يعني الجنين تحدد، ما عاد في شيء يقدر يغيره نهائيا. الشيء اللي ممكن ياثر فيه هي انه يصيبه تشوهات بسبب ممارسه خاطئه او دواء ما له لزوم. تمام، هي اللي بيصير بس. طيب خلينا نروح لشرب القهوه، ودائما يعني هي اكيد من المحاذير اثناء فتره الحمل، ولكن مو بشكل انه نهائي. يعني كمان في دراسات بتاكد على فوائد البني. يعني خلينا نحكي عن هي المعلومه. تمام، القهوه بالكميات العاليه ممكن فعلا تاثر على الحامل. اول شيء ممكن تسرع نبضات القلب، وفي دراسه بتقول انه ممكن تهدد بالاسقاط. بس الفكره انه القهوه، الدراسه الاكيده اللي بتقول انه القهوه لحد فنجان فنجانين باليوم هي امنه جدا للحامل وحتى صحيه. هي لانه القهوه مثل ما يعني وحده فايقه وبدها تصحصح تشرب فنجان، وهذا شيء مريح للحامل. فالقهوه اثناء الحمل فنجان فنجانين هذا شيء جد، يعني لحدود 300 ميلي باليوم نحن في السليم تماما، ما في منا اي خطر.
طيب خلينا نحكي عن العادات اللي هي كمان موروثه من السابق. مثلاً شكل البطن مثلاً بيحدد مثلاً نوع الجنين. طبعاً يعني انت بطنك منفوخه هيك معناته بنت. صحيح. مبوزه بالعرض مبوزه يعني رجل. هي مثل ما بيقولوا يعني هيك بسموها انه هي اشعه اكس عيونها للسيده. فمتى صحه هالمعلومات؟ هني اظن انه البيبي اوريدي تشكل جنينه، بس انا من منظره من منظر بطن الام انا بعرف هو شو نوع الجنين. طبعا ما في شيء من هذا، هو نوع الذكر والانثى ممكن ياخذوا نفس الشكل، الاثنين ممكن يقعدوا بالعرض، الاثنين ممكن يقعدوا بالطول، يعني ما في اي فرق بيناتهم. فهو حصرا تحديد نوع الجنين هو بالايكو. وحتى الايكو قديش ممتاز، حتى الايكو ممكن الواحد يخربط فيه. صحيح. قد ما كان شاطر الدكتور ممكن يخربط بالايكو، اذا البيبي مسكر رجليه كل الحمل مستحيل يعني وضعيه السجود كمان يعني تمام عرفتي، فمستحيل. فهي طبعا كلها يعني شغلات غريبه صراحه. اليوم للتمر هيك حصه ضمن الاسئله الشائعه. ذكرت نقطه دكتور انه التمر جدا مفيد اثناء جداً الحمل يعني، ولكن بعض المقولات بتقول انه الاكل التمر يوميا ممكن يكون هو سبب الولاده الطبيعيه وما تروح السيده للقيصريه. تمام، ما في شيء من هذا. هو التمر طبعا نحن عم نحكي بالكميات الطبيعيه يعني مو كل واحد مثلا الحامل تاكل كل يوم علبه تمر، بس اذا الحامل كل يوم اكلت حبتين تمر ثلاث حبات تمر، هو عباره مشعر سكري كثير ممتاز، مضادات اكسده، فيتامينات، يعني حبتين تمر او ثلاث حبات تمر اكيد صحيه للحامل اكثر من رغيف خبز. هل الزوجه والافراد بالعدد بياثر؟ الافراد الزياده بالعدد ما رح يسبب له طلق مبكر، رح يسبب له سكر حمل او رح يسبب ضرر على الجنين، ممكن يعمل له اذا كثير عم تاكل سكر ممكن ياثر على قلب الجنين ويموت الجنين. بس نحن عم نحكي كل شيء بكميات معتدله، يعني اذا كل يوم اكلت تمر ثلاث حبتين او ثلاث حبات هذا جدا صحي، جدا صحي. طيب كمان دكتور بالنسبه للايكو حضرتك حكيت عنه، بعض الاشخاص بيخوفوا بيقولوا انه ما بيصير انت تروحي كل شهر مره او مرتين لعند الدكتور وتفحصي ايكو، اشعه الايكو مضره بالبيبي، لازم مواعيد محدده، هل هذا الشيء صحيح او خطا؟ الايكو هو من اكثر التصوير الامن اثناء الحمل، هو عباره عن امواج صوتيه ما هو امواج كهرومغناطيسيه او اشعه سينيه او هي. هو امواج صوتيه عم بتروح عم تضرب بجسم الجنين وتنعكس وعم نقراها، فهي امن جدا. ممكن يعمل واحد الايكو باليوم ثلاث مرات ولح يضل في السليم، ما في ابدا 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 ابدا. اساسا في بعض الحالات لما يصير في تسمم حمل احيانا الامراه الحامل بندخلها على المستشفى ممكن تحتاج ايكو مره او مرتين او ثلاثه باليوم لحتى نراقبها عرفتي، وهذا جدا امن. في نساء عندهم فضول يعني دائما للاطمئنان دائما، خاصه الرباعي والخماسي صار يقرب لك شوي شكل الجنين يعني. صحيح. طيب بيقولوا كمان دكتور انه القطه بالبيت ما بصير تكون موجوده. صح. اذا كانت الامراه حامل ممكن تلقط عدوى، واحيانا بيقولوا سبب الاجهاض هي القطه او هي ما حبلت عندها بسبب كمان عدوى القطط، شو صحه هي المعلومات؟ القطط بشكل عام بيلقطوا فيروس اسمه توكسوبلازموزيس، هذا الفيروس فعلا اذا اخذته المراه الحامل ممكن يعمل اسقاط وممكن يعمل تشوهات جنينيه، تكلسات بالدماغ، مشاكل بالجلد، مشاكل بالعيون. هذا كيف بينتقل من القطه للحامل؟ حصرا عن طريق فضلات القطه. فاذا القطه موجوده بالبيت صار لها فتره طويله، غالبا غالبا المراه اللي عندها القطه بالبيت غالبا عندها مناعه اوريدي، هي اوريدي لاقطه الفيروس، هي اذا القطه عندها واوريدي صار عندها مناعه منه، فهون ما بقى يخوف خلص انتهى الموضوع. بس للاطمئنان يفضل انه اللي بيكون عندهم قطط بالبيت اذا قطط نظيفه وملقحه وكل شيء يكون بس التنظيف بكفوف، ما يكون في مشاركه مع الاكل مثلا، ما يكون في مشاركه مع طاوله الطعام، ما يكون في مشاركه باي شيء ثاني. والقطه بشكل عام هو حيوان نظيف يعني في له مكان معين. صحيح. هو اللي بيعمل فيه الفضلات. بس هي ما بتمنع الحمل يعني ابدا ابدا، بالعكس بالعكس اللي عنده قطه بالبيت لا بتخليه عادي، بس تنتبه لموضوع النظافه بس. بس ما في منه اي خوف. طيب كمان دكتور خلينا نحكي عن احد المعلومات اللي بيقولوا السيده اذا ولدت ولادتها الاولى كانت قيصريه معناته كل الولادات تمام القادمه رح تكون نفس الشيء وما رح تقدر تعمل ولاده. صحيح. طبيعيه. هي المعلومه صحيحه او خاطئه؟ هي المعلومه صحيحه، نصها صحيح ونصها غلط. يعني اذا الوحده عملت ولاده قيصري لانه الرحم تبعها مثلا كان مفتوح من قبل، عامل استئصال اليف مثلا، عامل استئصال ورم عرفتي ومفتوح الرحم عملت قيصري، هون ما في مجال ابدا تعمل طبيعي. اما وحده مثلا اجت على الولاده والبيبي راسه فوق هذا صعب الولادة الطبيعي، فولدت قيصري أكيد عندها محاولة جد وتقريبا نفس احتمالات نجاحها لاحتمال نجاح الولادة الطبيعي. فينا تروح تعمل طبيعي
بالحمل اللي بعده عادي جدا. عرفتي؟ فكل حاله بتختلف. يعني واحده عم بتطلع ومثلا واحده لنفرض قصيره البيبي كبير فاتت بمخاض ولاده طبيعي وصلت لاخر الولاده الطبيعي بعد 24 ساعه عذاب واخر شيء صار فيه عسر مخاض واضطرينا نولدها قيصري. هون في احتمال تتكرر الحاله نفسها بالحمل اللي بعده، فممكن نحن نعرض عليها من الاول انه بلا ما تحاولي طبيعي خلينا نحاول قيصري، مع انه ستيل محاولة الطبيعي واردة. اسهل قيصري دكتور، والله اسهل. اسهل في نساء لا ما بتفضل، في اسهل يعني. في يعني كل شيء شيء هيك، في لها هي ميزات وهي لها ميزات وهي سيئات وهي سيئات. اكيد دكتور، ايضا في معلومه شائعه بتقول انه السائل المحيط بالجنين ضمن الكيس احيانا بيكون في نقص بهذا السائل او قليل، يعني ببين مع الطبيب، فبيقولوا انه شرب مي كثير بتزيد هاي المي. تمام. وفي دراسات تقول لا، هاي المي بتتكون مع تشكل الجنين، يعني صحيح. اذا بتشرب قد ما شربت ما راح تاثر 100%. هي هي المي اساسا بتتشكل من بول الجنين. والجنين اوريدي عم ياخذ حاجته من الام، هو ما نو سائل، الام هي عندها شربت عم تشرب مي، ما عم هو عم يسحب من الدم تبع المي. تمام. فهذا ما اذا شربت مي زياده او شربت مي نقصان هذا لا بيحسن السائل الامنيوسي ولا بينقصه، بالعكس هو نقص السائل الامنيوسي هذا معناته البيبي ما عم يتبول، معناته يمكن يكون في مشكله كلاوي عند البيبي. في تشوه عند الجنين، في شو بيسموه هذا الفالف الصمام مثلا بالمثانه، يعني هي شغلات تستدعي انه ما واحد يفكر بهي الطريقه المحدوده انه والله اشربي مي، لا هذا بيستدعي انه نحن نبعثها تعمل تصوير رباعي مثلا. للاسف دكتور في اطباء كثير بيقولوا هاي المعلومه، نقصت المي هي مشعر على تسمم حمل مثلا. فهون لا، نحن بناخذ الموضوع بشكل جدي اكثر، مو اشربي مي، لا روحي بدنا نعمل نصور نعرف هذا البيبي شو مشكلته لحتى لما يولد يكون في حدا جاهز انه يستقبله، اختصاصي مثلا جراحه اطفال يستقبله ويعمله اللازم. اما والله روح الا اشربي مي، طبعا هي ممارسه سيئه جدا. طيب دكتور خلينا نحكي كمان فكرة، اليوم موضوع الفيتامينات وطريقة أخذها بين الطبيعي وبين الحبوب، وبين أحيانا بعض السيدات بيكون عندهم نقص شديد فبيضطروا لتعويضه بإبر أو بشرب أو مثل ما بيقولوا شيء عضلي، شو الوضع بالنسبة للسيدة الحامل وإيه ما تقدر تاخد مثلا إذا عندها فقر دم شديد؟ ما عم تقدر تاخد. مشاكل بالمعدة ما عم تقدر تاخد حد 100%. شو الحلول وما إلى ذلك كثير من الفيتامينات. تمام. الفيتامينات بشكل عام، الفيتامينات المتعددة أو المالتي فيتامينز هي بشكل عام حبوبة خفيفة على المعدة ما كتير مزعجة، الحوامل بتقدر تأخذها على الأقل مرة يوم إيه يوم لا. المشكلة عندنا بالحديد، الحديد تقيل على المعدة بيعمل إمساك شديد ومزعج، ممكن يعمل نفخة أصلاً. السيدة عندها إمساك من أعراض الحمل يعني. بالضبط يعني عليك. فالفكرة وين؟ الفكرة في حوامل ما بيقدروا يتحملوا تاخده، بصير عنده امساك شديد لدرجه انه احيانا بصير في دم مع البراز، فهي ما عاد عندنا اوبشن انه نحن نخليها تاخذ حبوب حديد، هي بدها تروح تاخذ تسريب وريدي حديد. هذا الحل الاخير. طبعا نحن اي تسريب وريدي ما بننصح فيه، يعني خلينا بالحب لانه الحب اسهل. تسريب وريدي فتنا على مستشفى وفتنا على صيدليه واخذنا وتعرضنا للعالم ممكن يكون عنده التهابات، فهذا بنخليه حل اخير، وهذا بعد السابع. قبل السابع ما في داعي له. بعد السابع ممكن تاخذ جرعه بالسابع، جرعه بالثامن، وجرعه مثلا قبل العمليه، لانه تسريب الوريدي بيحتاج على الاقل اسبوع لاسبوعين ليعطي نتيجه. ما بيعطي نتيجه بنفس اللحظه. ما في وحده والله تاخذ تسريب وريدي وتفوت على العمليه، ما بنستفيد. لازم قبل باسبوعين لحتى تقدر تفوت على العمليه بشكل مثالي. طيب دكتور، ايضا من المعلومات اللي كثير الشائعه هي الحرقه اللي بتصيب الام. صح. اثناء. صح. فتره الحمل يقال انه شعر الجنين كثيف كيرلي. فانه هو اللي عم يسبب هي الحرقة. هل هو هيك او هو بسبب حجب الجنين صار في ارتجاع؟ بالضبط. صار في ضغط على المعده. بالضبط. هو الجنين كل ما عم بيكبر الرحم كل ما عم بيكبر لفوق، هو بصراحه بين المعده وبين الجنين في شيء 70 طبقه، يعني مستحيل يوصل شعر الجنين. فهو الرحم عم بيضغط على المسره المرئيه، عم بيضغط على المعده، المعده عم تدفش لفوق السائل، السائل عم بيطلع منها عم بيعمل حرقة. فشعر الجنين اكيد ما له علاقه ولا باي شكل من الاشكال. أكيد. اكيد يعني معلومات دائما غنيه، ان شاء الله نكون جاوبنا على ابرز الاشاعات والاخبار المغلوطه. بيطلع لسه يلي بيكون عم بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، واكيد الاهم مراجعه طبيب مختص، عدم الاستماع للغير، انت تجربتك ما بتشبه تجربه غيرك. صح. شكرا لك دكتور لوجودك. شكرا حكيم، ويسعد صباحك، واكيد بالصحه والسلامه لجميع السيدات يعني.
اما هلا سلمى حنروح باخر فقراتنا لليوم، حنروح هيك لعالم الرياضيات والمهارات الرياضيه واثرها الايجابي على تفكير اطفالنا. واليوم في دراسه حديثه اظهرت انه تعليم الاطفال العد باستخدام الاصابع يمكن انه يعزز مهاراتهم الحسابيه لحد كثير كبير وبتحسين بنسبه 40%. صحيح رشا، وتحدث الدراسه وتحدثت لاجراها باحثون سويسريون النظره التقليديه التي ترى في انه العد على اصابع اليد هو دليل على صعوبات تعلم الرياضيات، لتؤكد انه هذه الطريقه ممكن تكون دليل على فهم متقدم للارقام لدى الاطفال الصغار. نتعرف اليوم على طريقه الاصابع المدهشه كاسلوب تعليمي لتنميه مهارات الطفل الذهنيه. معنا اليوم الاستاذه رنا منذر، مدربه مدربين واطفال في طبعا عده برامج لتقويه المقدرات الذهنيه للطفل ضمن مؤسسه علمني، وايضا معنا احد الاطفال اللي راح يكون كمان ضيفنا اليوم لحتى نعمل تجارب معه على الهواء. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير يا مدار. صباح النور. برافو عليك، ما بدنا نهز، بدنا نحكي كيفك اليوم. منيح؟ تمام تمام. اهلا وسهلا فيك. خلينا لعندك شوي ست رنا. هلا العد على الاصابع هي طريقة تقليدية وهي معروفة بالنسبة للجميع، ونحن أول ما تعلمنا أنه نحط بعقلنا ونعد على أصابعنا إلى آخره. اليوم شو الجديد بهي المهارة وشو عم تعمل إضافة للأطفال؟ تمام. أول شيء برنامج الأميزنج فينجرز أو الأصابع المدهشة هو برنامج عد الأصابع للملايين. نعم. هو من ضمن محور علمني كيف أحسب بمؤسسة علمني، أخذ حقوق الملكية الفكرية الأستاذة رفيدة مكي المدير التعليمي بمؤسسة علمني. الجديد فيه أن الطفل يقدر أن يحسب أي عملية حسابية بإيد واحدة. نحن بنعرف أنه كلاتنا عم نحسب بإيدنا ومنحط بعقلنا ونشتغل، ولكن هون الطفل بيحسب بيد واحدة وصولا لمنزلة الملايين. عزيزي خلينا نبلش شوي نحكي عن البرنامج، نشرح عنه قديش لكم بلشتوا فيه وشو الطرق. في كتير وسائل تعليمية جايبتنا اياها. طبعا اكيد وسائل إضاحية رح تكون، لأنه نحن نشتغل على مبدأ التعلم عن طريق اللعب. أي شيء ممكن يتعلم الطفل فممكن نحن ندخل إلى وسيلة لحتى يلعب فيها وبنفس الوقت يكون عم يتعلم، فبيمضى الوقت معنا بسرعة وكمان هو بيمضى معه الوقت أكيد بسرعة. في معنا هون وسيلة الأصابع اللي هي الأصابع المدهشة، كمان معنا بطاقات، هي الشهادات اللي حاصل عليها كمان. خلينا نستعرضهم وكاميرا حضرتك، هاي الكاميرا اللي معنا. خلينا بس نستعرض الوسائل بالأول. تفضل. تمام. البطاقات احنا بالحساب الذهني في عنا هذا الرقم هو 5، هذا هو 5، وهون في عندي على ايدي 1 2 3 4 وهي رح تكون 5. يعني انا لما بحط للطفل 5 مع 1 فهو رح يكون جوابي 6. اما هون مثلا هي البطاقه هي 5 مع 3، فهون شو رح يكون جوابي اذا 5 و3؟ فهون رح يكون اكيد 8. هي شكلها هيك 8 اليد، هيك شكلها 8. اذا بحط هيك معناته انا في عندي 0 0، ما معي شيء. هيك 1 1. تمام. وهيك 2. رح يكون في معنا 2. هيك 6. تمام. 5 6 برافو. وهيك كمان 7. تمام برافو. وهي هي 5. تمام. هي نحن عم نحكي فقط احد، لانه برنامج الاميزنج فينجرز بيعتمد على حل عمود عمود وليست الاعمده كلياتها بشكل مع بعضها. طيب خلينا نشوف مضر. ايه اكيد يجرب شيء لو سمحتي. ايه اكيد طبعا. هلق مضر في امامه هون تمرين هو للملايين. حلو. تمام. ايه فاكيد مضر في قلم لمضر طبعا اكيد. اين ورقته لمضر اللي بدك اياها؟ مضر نقرب شوي ناخذها. يلا انت شوي شوي خذها 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 خذها. يلا نرجع. بدك رصاص؟ قديه له مضر؟ تفضل مضر. اول شيء شو بدك تعطيه تعليمات؟ خلينا ندردش قبل ما خلص تمرينه. حط هي هون تمام مشان يرتكي على شيء. طبعا نحن عم نشارك بمسابقات محليه وعالميه، ومضر هي ثالث مسابقه بيشترك فيها وبيحصل كمان على المراكز الاولى بالحساب الذهني. فيك تبلش حل اصابع ارجيون كيف في يحل بسرعه. تمام مضر. يلا يلا عم نشوفه. دردش ولا مشوش عليه؟ طيب. لا لا اكيد. قديش اليوم الام لازم هيك تحط ابنها بهي المهارات، وباي عمر يعني اليوم انه الولد بيقدر انه يفهم القصص اللي عم يشتغلها؟
أكيد. هلق نحن بنحط الأطفال من عمر 5 سنوات ل14 سنة ببرنامج الأمازينج فينجرز أو بشكل عام مهارات فكرية عقلية للطفل. لأن بيكون بعض الطفل خام، بعد في عنده مثل ما بقول الطفل سفنجة بيلقط جميع المعلومات صح. بسرعة، فهو كمان رح يعطيكي النتيجة اللي أنت بدك إياها كل ما كان الطفل صغير أكيد. هي أمثلة للتمارين، هي أمثلة للتمارين كمان فيها يعني. خلينا نقول مراحل عمرية، يعني في تدرج بتعلم هي الطريقة ولا لا كل الأطفال بنفس الأعمار ممكن يتعلموا الآلية نفسها بنفس الوقت؟ لا، هلق الطفل الصغير بيكون فيه لهم كتب خاصة فيهم خاصة بالفئات، وفي الأطفال اللي أكبر بيكون فيه لهم كمان كتب خاصة فيه، وفي لهم طرق. يعني أنا ما في علم طفل اللي عمره 5 سنوات مثل ما في علم طفل اللي عمره 10 سنوات، بيكون فيه له طرق خاصة في العاب. هي لأي عمر اللي أنا ماسكتها هلأ؟ هلق نحن هون منبلش بالطفل بعمر 6 سنوات. هي 6 سنوات إيه تمام. هدول هي هو الكتاب كلياته بكفي فيه إيه طبعا أكيد. تمارين أحد بعدين بيتدرج عشرات أحد وعشرات مئات ألوف بوصل معنا أكيد للملايين. كأنه هاد لفئات عمرية أكبر شوي. شو اليوم العمر هذا اللي سترناه؟ كمان هذا العمر ممكن بلش فيه من 6 سنوات، ولكن له 3 مراحل تدريبية. نعم. رح أعطي الطفل بالأول المرحلة الأولى وبلش فيه المرحلة الثانية وبعدين المرحلة الثالثة اللي هي آخر شيء ببرنامج الأميزينج فينجرز. طيب كمان في عنا هون دومينو مين منا ما بيحب يلعب؟ كلنا نحن كبار إذا بتحطي أمامنا لعبة. هي شلون بتمرسها؟ هي لعبة تمام، هي لعبة الدومينو هي تماماً مثل الدومينو العادية اللي نحن عنا إياها اللي بنعرف نلعبها تمام. رح يكون في عنا كل طفل يحصل على 7 بطاقات كل حدا فينا، رح نحط رسمة الأصابع والطفل مثلاً طلع عنده 60 فلازم يجيب رقم 60 تاني يحطه جنب بعضه تمام. إذا طلع عنده بطاقة اسمها أنا بسميها بطاقة الحظ يعني بيكون عنده 60 ب60 فهو رح يحطها فيها يروح فيها يمين ولفوق ولتحت. هاي أيوة بطاقة تمام الحظ. تمام هاي بطاقة الحظ. أما باقي البطاقات فهو ممنوع يمشي فيهم لفوق ولتحت، فقط باتجاه واحد. طلع معي بطاقتين. معناته حظك حلو اليوم. إن شاء الله يا رب. اليوم سترنا اليوم مو أي حدا قادر يكون هو مدرب مختص بتعليم المهارات الرياضية للأطفال. اليوم في مؤهلات وأساسات مفروض يمتلك الكوتش ليقدر هو يعطي وطفل يتعلق بالشيء اللي بحبه. يعني خلينا نحكي عن هدول المهارات يعني، وخاصة اليوم أنت عم تدربي أيضا يعني مدربين. إيه أكيد. هلق بالنسبة للمدرب اللي بيجي لعنا أول شيء بداية أنا لما بيكون في عندي ثقة بهذا المدرب لازم يكون هو على قدر تام تعليمي جامعي. بعدين بنتقل فيه المدرب يكون شخصيته محببة للأطفال، الطفل كمان يحبه يحب يتعلم منه. لأنه نحن لما كنا بالمدرسة إنه إذا أنا حبيت الأستاذ فأكيد رح أحب المادة. خلصت يا مدار. خلينا نشوف شو عمل مدار. برافو مدار حل هذا التمرين تمام. هو منازل متعلقة. خلينا بإيدك على الكاميرا لو سمحت. بإيد واحدة حلو بيد واحدة مدار بزمن كتير صغير يعني ما حطينا له نحن التايمر لمضر الحلو. العملية جمع سترنا جمع وطرح دمج بين الجمع والطرح كمان. هذا بيميز برنامج الأميزينج فينجرز إنه هو بيجمع بين عمليات الجمع والطرح. طيب هلأ تقريبا أنتوا هذا الشيء بيتعلم أول شيء الآلية بعدين بنبلش نركز على التوقيت مشان نعرف مهارات الطفل إذا هي والتدريب. مختلفة بين طفل وآخر. صعوبة هذا الشيء هل هو صعب مثلا ممكن ما تقدر تتابعه الأم بالبيت ولا لا ممكن سهل عم تعملوا شيء للأهل لحتى يتابعوا أولادهم ولا فقط أثناء وجود المدربين مع الأطفال؟ نحن عم بيكون في عنا ورشات للأمهات خاصة فيهم لحتى نحن نعلمهم هن أطفالهم شو عم ياخدوا لحتى تقدر الأم تتابع بالبيت أكيد. وأي معلومة هي بدها إياها ما عرفت كمان ممكن نحن نعلمها إياها. لا هو أكيد ما له صعب أبدا إنه الأم تتابع ابنها، والأساس التدريب كمان بالبيت أو كأنه بالمركز اللي الطفل مسجل فيه. عم شوف هدول شهادات لمضار يعني إيه شهادات مضار. أول واحدة الأميزينج فينجرز اللي هي الأصابع المدهشة تمام حلو. من مؤسسة تعلمني والماجيك ماث المستوى الرابع والثالث والأول والثاني ما شاء الله يعني هدول أول طبعا اهتمام أهل يعني. اهتمام أهل كتير كبير. مدر قدي عمره؟
سبع سنين. طيب احكي لنا شوي مضر، اليوم ما سمعنا صوتك ابدا، حليت وبرافو وكل شيء، وعم نشوف هالجوائز وهذا الكاس لك كمان، مزبوط ولا لا؟ ايه اكيد. احكي لنا شوي هيك، قد ايه صار لك عم تتدرب؟ كيف لقيتها صعبه سهله؟ احكي لنا شوي عنها. لقيتها سهله بس يعني ما بعرف قد ايه عم ضلني حتى اتدرب، ما بعرف كم سنه. اه لسه ما بتعرف. طب كم ساعه عم تتدرب باليوم؟ ساعة ساعتين هيك. ساعة ساعتين بعد المدرسة؟ أكيد اليوم سلمى التدريب المستمر يمكن بحاجة إنه ما ينقطع الطفل طبعاً. كرمال ما ينسى، وخاصة إحنا عم نتعامل مع تشغيل الدماغ كامل يعني. أكيد. اليوم في غير التدريب على بالقلم وبالبطاقات، خلينا في شيء اسمه نشاطات اليوم لتحفيز يعني نصفي الدماغ، يعني الحركات المعكوسة، الكتابة المعكوسة طبعاً. السقفة إلى آخره، يعني أدي هدول الحركات يمكن أو النشاطات بيزيدوا من خلينا نقول إفراز الدماغ لهي المادة اللي بتحفز تشغيل الجهتين. ايه طبعا اكيد. هلق الاشكال الموجودة معك ياها انا هون الطفل بدي يقوي عنده الذاكرة التصويرية تمام، بدي اشتغل كثير. لا اكيد على جهة السهم، اوكي مش عن يشوف الصورة. عندي كل رقم هو لشكل، واحد سهم، اثنين قلب لانه له اثنين، ثلاثة هو مثلث، هي التسعة اللي طالعة معك اللي هي الغيمة، ثلاثة هو المثلث، ايه الأربعة هو المربع، العشرة هي دائرة وجنبها سهم. يعني هي لها علاقة بأنه يجمع بين الأضلاع بالأشكال الهندسية. هلق المربع، المربع له أربعة أضلاع فهو أربعة، المثلث له ثلاثة فهو ثلاثة، غيمة راسمين لها تسعة فهي الرقم تسعة، الزيرو الصفر فهو دائرة فهو دائرة، الواحد شكل الواحد. فأنا ممكن أعطي عمليات حسابية للطفل ويعطيني الجواب أشكال، فهون أنا انتقلت من الذاكرة السمعية أو الذاكرة خلينا نقول البسيطة لحتى أنتقل فيه للذاكرة التصويرية اللي أنا بعرف أن لغة الدماغ عند الطفل هي الصور، حتى عند الإنسان إذا أنا حدا حكالي عن شيء بعرفه، بس الأفضل إذا أرجعني صورة عنه. آه تمام هلق فهمت. ودائما الفكرة بتحضر بصورة بالدماغ تماما، لأنه الخيال أقوى من المعرفة. أكيد نحن دائما عم نتخيل ودائما خيالنا بيكون واسع، فما بالك الطفل اللي هو خياله نظيف وانا عم بعطيه شغلات فهو ما شاء الله عنه بيطلع كتير رائع فيهم. يعني انا مثلا بعطي الطفل بداية ببلش فيه بارقام صغيرة، يعني 2 مثلا زائد 2 بدل ما يقلك 4 بيقلك مربع او ممكن تكون بطاقات امامهم وهن بدهم يختاروا الجواب الرقم الصحيح تمام، فبيكون في تحدي وتنافس بين الطلاب خاصة الاطفال قد ايه بيحبوا عالم الخيال والصور والكرتون. اليوم هي المهارات، يعني إذا جبنا مضار وجبنا الطفل بعيدا عن المهارات الرياضية وكل البرامج اللي عم نشوفها كان من هذا البرنامج أو الحساب الذهني أو إلى آخره، يعني شو الفروقات اللي ممكن نلاحظها بين الطفلين؟ تمام. هلق أول شيء الطفل اللي هو مو خاضع نهائيا لدورات تفكير أو دورات مهارات تدريبية بيكون الطفل ممكن يكون عنده بطء شوي تمام، ولكن الطفل اللي خاضع دائما لدورات تدريبية بمجال الحساب الذهني ومهارات التفكير رح يكون بيمتلك أكيد سرعة كثير كبيرة، سرعة البديهة، الانتباه، ثقته بحاله، حتى هي بتنعكس عنده بالمدرسة لأنه أنا عم قوي شخصية الطفل، عم بشتغل على شخصيته. أنا مو بس مدرسة، أنا مدربة، في فرق كثير، مو مدرس، تأهيل وتدريب طبعا يعني. اكيد عم بشتغل كشخصيه مدرب، فانا عم بكون دائما مع الطفل هو شو بحب، ممكن نمي له موهبه عنده اياها الاهالي كمان ما تكون مكتشفتها، ممكن انا وعي الاهالي انه لازم تحطوه هيك لابنكم عنده هي الموهبه أكيد. فهو اكيد رح يصير كثير شطور، رح يصير عنده ثقه بحاله. ويمكن هي كمان المهارات بتساهم مو بس مثل ما قلنا بتنميه مشكله الرياضيات، دائما هن بيربطوا اي نوع حسابي بالرياضيات فقط، لا هي بتنمي لا. كل ادراك طبعا اكيد الطفل بحياته وبكل المواد التعليميه أكيد. بدراسته. وين اخذت هذه يا مدر؟ مكتب علمني، مؤسسة علمني دمشق، مسابقه 2024 هي السنه، مسابقه 2024. طيب شو بتقول هيك لرفقاتك اللي لسه ما جربوا هاي الطريقه؟ بتنصحوني يتدربوا؟ ليش صارت اسهل؟ بتعد اسهل؟ تعد. مين بيسبق بالبيت، انت ولا اخواتك ولا الماما؟ مين بيسبق اذا في رقم بده ينحسب؟ انا. انت اشطر. طب هلا اذا اعطيتك انا رقم تقدر تحسب دغري؟ بدك ورقه وقلم؟ لا هي منتج هلا. طيب. ممكن اعطيه انا؟ ايه يلا. ايه يلا بس نعطيه رقم عشان نسمع صوته ولو مره قبل ما نختم. يلا جاهز مضر؟ انا وياك نشتغل فنجر ولا نشتغل أنك خيال؟ شو جاي عبالك؟ الأسرع لك. إيه الأسرع خيال، شو رأيك؟
يلا انا وياك نشتغل بالاول احد بعدين احد وعشرات. يلا تهيأ عداد افتراضي ابدا. 2 2 5 ناقص 6 ناقص 2 ناقص 1 4 5 ناقص 3 جواب 6. رائع، برافو عليك. برافو يا مدر، برافو. يلا اشتغل انا وياك احد وعشرات. تمام اوكي. 41 14 ناقص 50 ناقص 5 25 52 ناقص 7. بس صار معي بالعشرات، عد لك يا اوكي. ما خلينا على احد. إيه لا هو بطل ما شاء الله عنه. المرتبة الأولى 14 41 تمام ناقص 55 22 22 كمان تمام وخمسة 91 49. يلا ما في مشكلة. تلبك اليوم مضر بالكاميرا هيك ممكن يكون متلبك شوي بالكاميرا مضر. ولا يهمك يا مضر، بكيف قديش القصص لو كانت على دورنا كنا من محبي الرياضيات. أكيد يعني أكيد أنا طلعت ما بحب الرياضيات من أستاذ يعني في كمان كتير. طريقة التعليم بتأثر يعني ممكن طبعاً. أستاذ يحببك بمادة أستاذ يهربك من مادة ناشفة. بس اليوم الأطفال عم يعتمدوا على مهارات ورقية ألوان كرتون، يعني نحن عندنا فضول لإله. بدنا نشكر حضوركم لليوم ست رنا، وبنتمنى لمضر التوفيق هيك ونشوفك على المستوى الدولي تمثل سوريا ان شاء الله يا رب. لايك يا بطل. شكرا لكم كثير، شكرا لكم كثير وموفقين اكيد. اهلا وسهلا. احنا وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، شكرا لك يا سلمى، واكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رفقنا بالكنترول وللمعده اكيد هزار عبود. لقونا بكره بنفس الموعد، لا بكره ما فينا نلتقى، خلينا للسبت لنهار السبت. كونوا بألف خير وإن شاء الله هيك هذا النهار يكون حلو علينا لطيف مع الناس اللي بنحبهم وبالرزق الكريم. كونوا بخير. باي باي. شكرا لك يا رشا. بكرة فيهم يلاقونا بس بالبيست أوف ليشوفوا أبرز محطات صباحنا غير خلال أسبوع، وأكيد دائما صفحة صباحنا غير والإخبارية السورية على الإنترنت هي مساحة لتتواصلوا معنا لأي معلومات أو مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحتنا لنشارككم فيها، ونشارك أيضا الضيوف الاختصاصيين والمعلومات الرئيسية. ضلوا بألف خير، خليكم على شاشة الإخبارية لمتابعة أحدث وآخر الأخبار على الساحة السياسية. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء.